السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا قناة شوف تي في، مباشرة معكم من مدينة الصخيرات وبالضبط في دوار ولاد عميرة. احنا اليوم جينا في الحالة الإنسانية ديال واحد الرضيعة اللي كيبلغ من العمر ديالها سنة واحدة، اللي عندها جوج تقيبات في القلب والعائلة ديالهم ما فحالهاش، وكتطلب كتطلب 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 من المحسنين يشوفوا هذا النداء هذا يعاونوها باش دير العملية البنية ديالها. وكنتمناو من المحسنين يعاونوا هاد السيدة هادي اللي عندها جوج تقيبات في القلب، وهادي هالورقة اللي عطاوهم ديال 10 مليون باش دير عملية، والناس ما فحالهمش ساكنين غير في حي صفيحي. وكنتمناو من الناس اللي كيشاهدوا هذا يبارطاجيو، وهنا غنخليكم مع السيدة اللي غادي تحكي لكم المعاناة ديالها مع هاد البنية هادي، وكنتمناو لها الشفاء العاجل ان شاء الله باذن الله. عندي بنيته عندها عام، عندها جوج تقيبات في القلب، وحاجة عملية بعشرة المليون. انا ما فحاليش باش ندير لها هاد العملية، انا ما فحالناش، الحالة ضعيفة، وساكنين غير في براكة، ساكنين في صخيرات ولاد عميرة. انا كنجي غير نديها للسبيطار كنلقى مشكل باش نديها، طريق بعيدة وكانت كرفاس، الحالة ضعيفة ما نقولش ليكم، ساكنة غير في براكة، والخدمة على قد الحال. أنا بنتي بغيتها تمشي ليا بحال وليدات، بغيتها تحبو بحال وليدات. أنا بنتي هانتوما كتشوفوا بنتي كيفاش دايرة، أنا مكرفسة معاها بزاف، إلا كاين شي محسنين يوقف معانا، شي أطباء يتكفلوا بها. الله يرحم لكم الوالدين، الله يزيد لكم بالخير. الا ما عاونوني لهاد البنيه راه الحاله ضعيفه بزاف، راه الحاله ضعيفه. خدمه الراجل كيخدم نهار وكيجلس سيمانه، ما نقولش لكم الخدمه كيفاش دايره والحاله كيفاش دايره والمعيشه كيفاش دايره. شتي ساكن غير في براكه، انا بغيت اللي يعاوني على البنيه. الله يرحم ليه الوالدين، الله يزازيه بخير. مني كنجي غير نديها للطبيب تعاني في الطبيب، كنلقى مشكل غير في ترونسبور باش نوصلها، خاصني تنتكرفس وكنتعذب بزاف، ما نقولش لكم كيفاش دايره. يعني نتوما بعادين على احنا بعادين على الطريق بزاف الرئيسيه، بعادين على الطريق بزاف. وكت البنيته كتشوفها كتخناق كتزرق، واحد المشكل اللي فيه انا ما نقولش لكم كيفاش داير. عاونوني اخوتي، الله يرحم لكم الوالدين، اللي كاين شي محسنين ولا كاين شي اطباء عاونوني اخوتي لهاد البنيه. واخا كيفاش عرفتوا ليها المرض ديالها وكيفاش اكتشفوا المرض ديالها؟ مني اخويا مني تزادت زرقاء، زادت زرقاء، صافي داوها بقاو معاها مده جوج سوايع ولا ثلاثه، جاو قالوا لي صافي جابوها الغدا داوها في الفران تسخن، داروا لها التلفازه قالوا لي عندها غير تقيبه في القلب. عاود جيت هنا تخنقت ليا، ديتها لبنو سينا نعس بها، لقيت عندها جوج تقيبات في القلب. صافي بقيت تما كيديروا الاكسجين، صافي كان اكسجين، صافي خرجوها ليا، عطاوني روندي في مده 3 شهور، قال لي ديها من 3 شهور ترديها. ملي ديتها مده 3 شهور عطاوني العمليه مشيت تصيفطوني للشيخ زايد، ملي مشيت للشيخ زايد طلبوا ليا 10 المليون، وانا 10 المليون ما عنديش منها حتى درهم، انا ما عنديش من هاد 10 المليون حتى درهم، انا ما عنديش باش ندير لها هاد العمليه، الحاله ضعيفه بزاف. وهادي هي الورقه، وهالو هادي هي الورقه ديال العمليه. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. واخا كيفاش عايشه مع هذا البنت؟ يعني ما كتستعملش دواء، ما كتستعملوش، ما عاطيني حتى شي دواء، ما عاطينك حتى شي دواء، ما عاطيني حتى شي دواء، خاصها العمليه ضروري. يعني ضروري العمليه في اقرب وقت، في اقرب وقت دير العمليه، حتى من غد الا كانت الفلوس من غد دير العمليه. شحال المده دابا باش عطاوك انت باش دير العمليه؟ عطاوها ليا من مده عندها هي 3 شهور باش ندير العمليه. دابا انت هذه مثل مده ديال 9 شهور وانت كتسنى؟ كنتسنى انا مده دابا 9 شهور وانا كنتسنى. يعني كتقولي انت هي البنت غتضيع منك؟ غادا تضيع، قالوا لي الا ما درتيش العمليه في اقرب وقت غادا تضيع لك البنيه، خاصها العمليه قالك من حنا باقا صغيره، الا مشات تكبرت هذوك التقيبات هي كتكبر والتقيبات كيكبروا معاها، وهادشي كيكبروا معاها. دابا كنلقى معاها مشكل، عندي
شهر مزيان وشهر مريضه، شهر مزيان وشهر مريضه، كتخنق ليا كتزرق ليا، ما كتنواش ما كتحبوش، شحال من حاجه وكتغوت. واخا تقولي لنا الرقم ديال التليفون ديالك باش يكون 06 60 00 36. واش هو هذا الرقم اللي عندك هنا؟ هو هذاك 06 60 00 36، هذه النمره ديال الاب ديالها. كنتمناو من المحسنين ان شاء الله يشوفوا هذا اللايف هذا وساندوا هذا الشيء، نتمناو من الله يرحم لهم الوالدين، يعني ينقذوا هذه البنيه اللي صبيه اللي عندها عام، عندها سنه. الام ديالها انتم كتسمعوها كما كتكلم كتقول لكم، يعني البنت ديالها غادا تضيع منها الا ما شافت واحد القلوب الرحيمه، الناس اللي تقلبهم الرحمه، الناس اللي كيشاهدوها. نتمناو 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 من المحسنين يديروا يد الله مع هذه السيده هذه، وكنتمناو لهم الشفاء ونتمناو لجميع المغاربه الشفاء، ونضرب لكم موعدا ان شاء الله في لايف اخر ان شاء الله باذن الله.